دولة الإمارات قدمت نموذج يحتذى به في العالم بشأن التعلم عن بعد، ونحن ضمن منظومة التعليم في دولة الإمارات أطلقنا منصة تعليمية تفاعلية للعاملين في القطاع المالي بالدولة. هذه المنصة متخصصة بالكامل للبرامج المالية بالدولة. أطلقنا على هذه المنصة اسم إنسايت، ودربنا تقريباً 30,000 متدرب في عام 2020. اليوم لما نتكلم عن التعليم ومستقبل التعليم، هو التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. نحن في المعهد نحاول أن نعد قادة يقدرون يتعاملون مع المستقبل، وخاصة في التحول التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.